بعرف قصة جاية من الشرق الأوسط عن رجال كبير وولد وحمار كانوا مسافرين سوا بالريف من ضيعة لضيعة، ولما مروا بالضيعة الأولى الرجال كان عم بيسحب الحمار والولد كان ماشي ورا الحمار، والناس بهالضيعة الأولى انتقدوا بشدة وبقسوة وابتدوا يقولوا له: هاي عجوز، ما بتعرف لشو الحمير موجودين؟ هن موجودين حتى تركب عليهم. فحتى يرضي سكان هالضيعة ركب على الحمار والصبي لحقه. لما وصلوا على الضيعة التانية الناس يلي بهالضيعة غضبوا، هن انتقدوا بشدة وبقسوة لما شافوا الرجال على الحمار والصبي لاحقه، استهزأوا فيه: يا عجوز، ليه ما بتخلي صبي يركب معك؟ الحمار بيقدر يحملكم اثنيناتكم سوا. فحتى يرضي سكان هالضيعة هو وضع الصبي على الحمار بجانبه وكملوا مشوارهم على الضيعة الثالثة. لما وصلوا على الضيعة الثالثة سكان الضيعة ابتدوا يستهزئوا فيه: هاي يا عجوز، انت مجنون، المكان مش كافي لألكن سوا، الشمس قوية، كيف تعمل هيك مع هالحيوان اثنيناتكم راكبين عليه؟ فنزل الرجال رفع الحيوان ووضعه على ظهره وحمله ورجع على البيت. مغزى هالقصة هو التالي: إذا بتحاولوا ترضوا الناس رح تصيروا حاملين حمار على ظهركن. يمكن هالأمر ما يكون ظاهر، لكن أنتوا حاملين حمار. أمين. أنا بشهد قدامكن إنه إرضاء الناس بيخليكن تعيشوا بعذاب. هيدي الحقيقة، والرسول بولس فهم هالحقيقة. وكرمل هيك بغلاطي الإصحاح 1 الآية 10 بيطرح سؤال بلاغي كتير مهم، بيسأل: هل أنا عم بحاول أحصل على استحسان البشر أو الله؟ أو هل عم بحاول أرضي البشر؟ إذا كنت لهلا عم بحاول أرضي البشر، يعني أنا ما بكون خادم للمسيح. خلوني لكم بالبداية قبل ما أوصل عن النص يلي رح نقراه وإشرحه، كل واحد منا من ضمن راعيكم، كل واحد منا موجود بوحدة من ثلاث فئات: أو إرضاء الذات، أو إرضاء الناس، أو إرضاء الله. يلي بيركز على نفسه وبيرضي نفسه بيطرح ثلاث أسئلة بكل وضع، بكل حالة، بكل مرة بده ياخد قرار بيطرح هالأسئلة: شو تأثير هالأمر علي؟ كيف بقدر استفيد من هالوضع؟ ما بيقدروا يقولوا جملتين أو ثلاثة من دون أنا نفسي لإلي، الكون كله بيتمحور حولهم. يلي بيرضوا الناس بالمقابل بيركزوا على نفسهم بطريقتهم الخاصة، لكن بعكس يلي بيحبوا يرضوا نفسهم هن بيركزوا كتير على قبول الناس لألهم، بيتجنبوا الرفض بأي تمن. هن مهووسين بقلقهم من رأي الناس يلي الناس بيفكروا فيه عنهم. هن باستمرار بيسعوا وراء استحسان ومديح وإطراء الناس لألهم. ما بيقدروا أبداً يقبلوا الانتقاد البناء لأنهم بيعتبروا كله كأنه رفض. وكرمال هيك يلي بيرضوا الناس بينجرحوا بسهولة، بسهولة بيشعروا بالغضب، بسهولة بيشعروا بالاستياء. الفئة الثالثة من الناس هن يلي بيرضوا الله. ما حدا منا بيولد بهالطبع، نحن علينا نتغير حتى نصير نحب نرضي الله بالحياة، نوصل لمرحلة
منتعب فيها كتير من إرضاء الذات وإرضاء الغير، ومنصرخ لله والله بيبتدي يعمل عمله بحياتنا. الدافع الرئيسي لكل يلي بيحبوا يرضوا الله هو كيف يرضوا الله. السؤال يلي دايما بيطرحوه بكل الظروف وبكل الحالات وبكل قرار بدهم ياخدوه هو: هل يلي رح أعمله بمجد الله؟ لازم تسألوا نفسكم بهاللحظة لأي فئة أنتوا تنتموا. وين أنا بلايحة هالثلاث فئات من الناس؟ بولس مثل كل يلي بحبوا يرضوا الله ما كان كل حياته يرضي الله، ما كان هيك. بالواقع هو اعترف بهالأمر، بالواقع بيقول انه معظم حياته قبل ما المسيح يدخل حياته بولس كان يرضي ذاته ويرضي الغير، لكن كل هيدا تغير باللحظة يلي تقابل فيها مع يسوع المسيح القائم من الموت على طريق دمشق. وكل شخص بده يتغير بيقدر يتغير بقوة الله الروح القدس. اليوم انت فيك تصير مرضي لله. قبل ما يسوع يدخل على حياته بولس كان مركز على نفسه، فريسي مغرور وشرير، هيك هو كان. كان يطلب تقدير واستحسان الناس لإله، كان يتلهف لمديح قادة قطاع الفريسيين يلي كان بينتمي إلهم. وكرمال هيك بولس فهم هالناس يلي عم بيعملوا مشاكل، هاليهوديين هو كان بيعرفهم بشكل أفضل بكتير من أي شخص آخر لأنه كان واحد منهم. هاليهوديين التعيسين الناموسيين غزوا كنيسة غلاطية ودفاعهم الأساسي كان تدمير الحق. شو هو الحق؟ تتذكروا بالرسالة الماضية الحق يلي بولس بشر فيه إنه الخلاص هو فقط بيسوع المسيح، ويسوع المسيح زايد مشي بيساوي الخلاص. لكن طريقة عملهم كانت إنه إذا بدهم يشوهوا سمعة الرسالة لازم يشوهوا سمعة بولس بالأول. سرسرة إبليس ما بتتغير، ما بتتغير على مر العصور، ما بتتغير. إبليس مش خلاق، هو فقط بيقلد. جنود وجيوش إبليس ما بيبتكروا أبداً فكرة جديدة، ما بيبتكروا أبداً أي أمر جديد، بيستخدموا نفس الحيل قرن بعد قرن بعد قرن. لكن الأمر المحزن هو أنه استراتيجية إبليس دايماً بتنجح بين المؤمنين يلي ما بيميزوا. نجحت بحالة أهل غلاطية، اليهوديين خدعون وبيعون بضاعة فاسدة لما ابتدوا يخبرون نقيض الحقيقة، بالعربي الدارج كذبوا عليهم. اليهوديين خبرون انه بولس بحب يرضي الناس. عن جد بولس؟ تخيلوا هالامر، بتقولوا كيف هالامر؟ شوفوا كيف عملوا هالامر. قالوا بولس، شفتوا لما بولس خبر الحقيقة لأهل غلاطية وقال انه يسوع زايد مشي بيساوي الخلاص، يهوديين دخلوا وقالوا لا 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 لا، يسوع مش كافي للخلاص. بولس فقط عم بيقول هيك لإلكن يا أمم حتى يخليكن ترضوا عنه. كان بده يحصل على شعبية بين الأمم. هالأمر أكيد كان أكاذيب، أكاذيب صرف. لكن مش هيدا عمل إبليس؟ بالنسبة لهالأكاذيب هيدا بولس قال هيدا يلي تماما كنت أعمله قبل ما أجي للمسيح. لما أنا كنت واقع تحت هالحمل الكبير من الطقوس والمراسيم يلي ما لها أي صلة بالخلاص، ما بتوصل أبدا على السماء، كانت مجرد تباهي. بولس عم بيقول أنا تعبت كتير حتى أترقى بالمراتب اليهودية بالمراتب المؤسسية، كان بدي أتسلق سلم النجاح بين يلي مثلي، كان بدي من كل قلبي وكنت أعمل أي أمر، كنت أقول أي شيء حتى أرضي رؤسائي، كان بدي رؤساء اليهود يفتخروا فيي. وكرمال هالسبب جريت المسيحيين من بلدي لبلدي لبلدي، وضعتهم بالسجن وعملت كل شيء حتى أرضي رؤساء الفريسيين. لكن لما واجهت يسوع القائم من الموت هالأمر كلفني كتير، خسرت سمعتي بين الفريسيين، خسرت
فرصتي بإني اترقى بالمراتب الدينية، خسرت الجاه، خسرت ممتلكاتي وخسرت ثروتي، خسرت تقاعدي، خسرت كرامتي، خسرت مستقبلي الآمن، خسرت كل شيء، وكله حتى أرضي يسوع المسيح وحده. ورغم هيك اليهوديين التعيسين عم بيقولوا عني برد الناس. شو هالكذبة؟ ما تغلطوا بهالموضوع، اليهود بهديك الأيام كانوا يضطهدوا المسيحيين، وأكيد هودي اليهوديين يلي عم بيتهموا بولس بيلي هن عم بيعملوه، عم بيروحوا عند اليهود ويقولوا ما تضطهدونا، عم نحافظ على كل المراسيم، نحن منكن ما تنقلبوا علينا. بولس هو الوحيد يلي عم ببشر بالنعمة، نحن عم نبشر باليهودية وعم نزيد عليها يسوع. وكرمال هيك بالآية 11 و12 بولس بيقدم دليل ما بيقبل النقاش على أنه ما بيرضي الناس. اسمعوا شو يلي قالوا: وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسان، لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته، بل قبلته بإعلان يسوع المسيح. من فضلكم اسمعوني منيح، الأمر كتير مهم. الأمر المشترك بين كل ديانات العالم من عدا الإيمان المسيحي هو أنه الإنسان بيقدر يخلص نفسه بمجهوده الخاص. الإيمان المسيحي بيوقف بالعلن وبيقول لا ومليون لا، ما بتقدروا أبدا تخلصوا أنفسكم، ما بتقدروا تعملوا أي عمل بيخلصكم، لكن فقط من خلال قبول هدية نعمة الله أنتوا بتخلصوا. ويلي بيدفع الناس لرفض رسالة الإنجيل هو كبرياء البشر، هيدا السبب. رفضهم لإلا هو بسبب كبريائهم. شوفوا الكبرياء البشري بتهينوا فكرة إن ما بنقدر نعمل شيء حتى نخلص. وكرمال هيك الإنجيل ببين وبيقول ما بتقدروا تعملوا شيء حتى تخلصوا إلا أنكم تتواضعوا، تتوبوا عن خطاياكم وتقبلوا عطية المسيح يلي مات على الصليب كرمالكم. يلي خلى بولس يغضب كتير على هاليهوديين التعيسين هو أنه لما يتطلع فيهم بيكونوا مثل مراية بيعكسوا إنسانه القديم. كل ما يطلع فيهم بيشوف بولس القديم قبل ما تتغير حياته قبل المسيح. بتكون ردة فعلنا قوية لما نشوف بغيرنا يلي ما منحبه بنفسنا، وبولس بيطلع فيهم وبيقول هيدا الإنسان العتيق، هيك هو كان، هيدا أنا قبل المسيح، هيدا حياتي القديمة. هود الناس التعيسين نفسهم يلي كانوا يضايقوا يسوع وين ما راح. ليه بتاكل يوم السبت؟ ليه بتشفي يوم السبت؟ ليه عملت هالأمر أو هيداك الأمر؟ ليه ما كانوا يلحقوا بكل مكان ويسوع قال لهم أنهم كانوا عم يحرفوا حتى عهدهم القديم؟ كيف كان بولس عم بيحاول يوضح هالتشويش؟ بتلاقوا هالأمر من الآية 13-24 بأنه عطش هيته بأنه خبر سيرة حياته الروحية. وهيدا يلي قاله، قال أنا كنت حاول أحصل على استحسان الطبقات الدينية بأنه أضطهد المسيحيين، كنت حاول أكون مقبول عندهم، كنت حاول أرضي الناس، أحصل على قبول من الناس، لكن لما صار عندي لقاء مع يسوع القائم من الموت على طريق دمشق غير حياتي، وبالتالي بقدر أشهد وصار يخبر عن شهادته. اسمعوني، إذا ما قدرتوا تفهموا ضخامة نعمة الله بحياتكم مش رح تتحرروا من إرضاء الذات أو إرضاء الناس أو اثنين. لما تفهموا إنه كانت سيادة نعمة الله مش مجهودكم الخاص يلي دعاكم من الموت للحياة، من الظلمة للنور، يلي دعاكم من الشعور الساحق بالذنب للحرية المذهلة بالمسيح، يلي دعاكم من حمل الخطية على الحرية بالمسيح. يا أحبة، فقط لما تبتدوا فعلا تفهموا نعمة
الله السيد بحياتكن، رح تختبروا حقيقة الحرية من إرضاء الناس أو إرضاء الذات، لأنه هيدي نعمة الله السيدة نفسها، مش تشكيلة منا، مش نوع مختلف منا، هيدي نعمة الله السيدة نفسها يلي غيرت حياة شاول الطرسوسي وحولته للرسول العظيم بولس. هيدي نعمة الله السيدة نفسها يلي حولت سمعان يلي نكر يسوع 3 مرات لواعظ جريء بيوم 50، وبالنهاية كان مسرور بأنه يموت موتة شهيد. هيدي نعمة الله السيد الرائع نفسه يلي حولت تاجر عبيد قلبه قاسي لراعي ومبشر وكاتب ترانيم قلبه محب وممتن اسمه جون نيوتن. هيدي نعمة الله الرائعة نفسها يلي بتقول يسوع زيد مشي بيساوي الخلاص. نعمة الله السيد نفسها يلي عم تهدي آلاف من الناس حول العالم حتى اليوم ونحن قاعدين هون، رغم انه كتار منهم بيعرفوا انهم باللحظة يلي بيقبلوا فيها نعمة الله بحياتهم بيكونوا فعليا عم يمضوا على قرار اعدامهم. هالنعمة تقدر تحول اي حدا اليوم من انه يكون بيرضي نفسه او بيرضي الناس ويصير يرضي الله. يا احبة، هالنعمة بينفرد فيها الايمان المسيحي، هالنعمة تنفرد فيها الرسالة المسيحية. رغم هيك المأساة الكبيرة بحسب مراقبتي ويلي بقدر شوفه انه في آلاف من الناس قاعدين بمقاعد الكنيسة وما بيندهشوا من نعمة الله. بدي اياكم تسمعوا منيح، الهدف من نعمة الله مش تبرير الخطية او التبرير للخطاة، هو مش تفسير الخطية بالمنطق، لكن الهدف من نعمة الله هو تبرير وتغيير الخطاة. لما المسيح حكي مع هالمرأة بيوحنا الإصحاح 8 يلي انمسكت بحالة زنا، ما ابتدى إلا أوكي ما بتقدري تعملي شيء، مش مشكلة أنت هيك انخلقتي، مش مشكلة أنت من نتاج البيئة يلي خلقتي فيها، مش مشكلة لأنه الكل بيعملوا هيك. ما قال هالكلام، هو سامحها، أظهر لها النعمة، عطاها يلي ما كانت بتستحقه، ورجع قال لها هلأ روحي وما ترجعي لحياة الخطية. وهالأمر يا أحبائي الأعزاء هو المفهوم الصحيح لنعمة الله بالعهد الجديد. نعمة ما بتدعي انه الخطية مش مهمة، نعمة ما بتدعي انه الخطية مش خطية، نعمة ما بترش عطر ببساطة حتى تخفي نتانة الخطية، لا. اذا النعمة ما انتجت حياة جديدة وتغيير، هيدي مش نعمة الله. كنت عم فكر كيف بعض المسيحيين الاسميين بيحاولوا يبرروا خطيتهم، وفكرت بقصة الشخص المسيحي الاسمي لقى نفسه بقاعة المحكمة قدام قاضي لأنه خرق القانون، واعتقد أنه بيقدر فعلا يستلطف القاضي، فقال للقاضي، قال له سيادتك أنا خليقة جديدة بالمسيح، أنا إنسان جديد بالمسيح، لكن الإنسان العتيق ساكن فيي، والإنسان العتيق هو يلي ارتكب هالجرم وخرق القانون. القاضي كان سريع البديهة، قال له طيب رح احكم على الإنسان العتيق ب30 يوم سجن، وهالأمر بسبب الجريمة، ورح ارجع احكم على الانسان الجديد ايضا ب30 يوم سجن لانه شارك بالجريمة.
وهيك بحكم عليك بستين بدل 30 يوم. اسمعوا شو قال الرسول بولس لأهل رومية بالإصحاح 6: فماذا نقول؟ أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشا ثم حاشا، نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ إذن لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته، فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. الشخص يلي ما بيعرف يسوع المسيح كمخلص ورب، الخطية مش خيار لإله أو لإله، هي جزء من طبيعتهم. لكن للناس يلي قبلوا يسوع المسيح بحياتهم كمخلص ورب، يعني المؤمنين، الخطية خيار. منقدر نختار إنه نرفض الخطية، أو منقدر نختار إنه نسمح لها تدخل على حياتنا. منقدر نختار نهرب من التجربة، أو منقدر نختار نخضع لشهواتها. ليه؟ لأنه نعمة الله تعطينا التغيير. نعمة الله بتحول نمط حياتنا، وهالتحول والتغيير بيصير بحياتنا لحظة بعد لحظة، يوم بعد يوم، ساعة بعد ساعة، لما نتكل بالكامل على قوته. أنا كتير بنتبه إني ما قلكن هالأمر إنه باللحظة يلي صليتوا فيها هالصلاة بتكونوا تممتوا كل شيء، كل شيء بيصير منيح، أنتوا بخير. لا، الحياة المسيحية هي استمرار، لحظة بعد لحظة، ساعة بعد ساعة، يوم بعد يوم. يوحنا المعمدان قال إنه هلأ ينبغي إني أنقص وينبغي إنه هو يزيد. ولما تحكموا بالإعدام على إرضاء النفس، على إرضاء الغير، تعطوا حياة لإرضاء الله. لكن الأمر لازم يبتدي بوقت معين. إن كنت ترضوا الله ممكن يبتدي اليوم، ممكن يبتدي اليوم. ولما هالأمر يصير رح تختبروا فرح حقيقي بخدمة الرب. هيدا مش عمل شائع، هيدا مش أمر لازم تعملوه، مش بسبب الشعور بالذنب، لكن لأنكم مشتاقين تخدموا الرب من خلال خدمة الغير. السلام الداخلي الحقيقي يلي ما بيعتمد على قبول الناس رح يجي على حياتكم. رح تختبروا الاستقامة الحقيقية بأنكم ما تتمايلوا مع آراء الغير. رح تختبروا السلام الحقيقي يلي بيجي لما ما تحاولوا تتركوا انطباع منيح عند الغير. البرنامج يرشدك في الطريق هي خدمة من ضمن الكينغدوم سات. أنا بقدم لكم إياها كل يوم بالإنجليزي والعربي والفرنسي، على رجاء إنه الرب رح يستخدم هالخدمة لأجلكم ولأجل حاجاتكم. وأنا بصلي إنه يكون الرب قاد العديد منكم لمستوى أعلى وأعمق بسلوككم معه كنتيجة لخدمة الملكوت سات. الرب يبارككم.